السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح وعبد السلام صالح في لقاءاتنا البسيطة والجميلة يلي عم نحب أنها تكون تأسيس للمراحل الابتدائية لأي حد فيكم ما عنده الخبرة السابقة في برنامج باوربوينت. وبناء على طلباتكم حبيت أني أنا أكون بالتعليق الصوتي والشروحات لكل الأوامر يلي عم ينفذها عبد السلام، وأشرح لكم هذه الأفكار بالعموم، وأيضا رح يكون رابط لتحميل هذه القوالب بوصف هذا الفيديو وكل فيديو من تصميم عبد السلام. فتكرما نحتاج منكم التفاعل والدعم لحتى عبد السلام يقدم لنا المزيد. يلا حتى نبدأ في مشروعنا اليوم مع عبد السلام. طبعا مشروع اليوم بيستند إلى كيفية الاستفادة من تأثير مورف في تحريك الأشكال والنصوص بشرائح جدا بسيطة، لكن الانتقالات بتكون عبر تأثير المورف بداية. واثنين، كيف أعمل تداخل اللوني بين النص والشكل بالضبط، وكيف ممكن أحول النصوص إلى أشكال أيضا رح نتعلمها بهذا اللقاء. خلونا نتابع. طبعا بداية رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن إنسيرت بنختار شكل بيضاوي، مع مفتاح الشيفت بنرسم الدائرة. رح نختار الآلة التعبئة بلون معين، انت تحدد اللون ونختار بدون إطار. بنعمل دوبليكيت وبناخد مساحة زائدة شوي، وبنقوم بإلغاء التعبئة فقط خط إطار. وبننقب اليمين ونعطي إرسال إلى الخلف، ومنزيد بسماك اللونية لحواف الدائرة المفرغة. نتوجه إلى أدراج ونختار الشكل اللي يعطيني إشارة الزائد مثل ما أنا شايفين بالضبط، ونعطي شوية روتيت لحتى يكون مظهره جميل على حواف الدائرة. نختار التعبئة بدون تعبئة، ولون خط الرسم يكون من نفس لون الدائرة الكبيرة، ومنزيد بالعرض شوي. نتوجه إلى أدراج ومن أشكال، ومنختار أيضا نفس الشكل، ومناخد سماكة معينة، نضبط الحجم بالطريقة اللي بتناسبنا، ومنختار تكرار لهذا الشكل لحتى يشكل معي مجموعة تزين زاوية الشريحة. نعمل تكرار مرة تانية، ومنحدد الكل، نضغط على مفتاحي كنترول زائد جي لحتى نعملهم جروب واحد، ونأخذ أحد الأنماط اللونية الجاهزة. من أشكال رح نختار شكل المستطيل، وبناخذ له نمط لوني جاهز. إذا كان في عندك أي نص بإمكانك أنك تضيفه على المستطيل الأسود كعنوان فرعي، ملاحظة، منصات تواصل السوشيال ميديا بالعموم، وأي شيء. رح نستخدم النصوص اللي كنا عادينها من قبل. رح ناخذ العنوان الرئيسي للشريحة الرئيسية، ومثل ما أنا شايفين كيف رح يصير معنا التداخل بين اللون الداخلي اللي بيكون هو من لون الخلفية، الأقصد فيها الأحرف الداخل الشكل، والأحرف الخارج الشكل بتكون معاكسة تماما بالألوان، بناخد لها لون الشكل بذاته فيعطينا هذا التداخل الجميل. نفس المبدأ للسلوغان أو الديسكريبشن أو العنوان المرفق تمام مع العنوان الرئيسي، فينا نزينه أيضا بنفس الطريقة. رح نتوجه إلى شريحة جديدة، ومننسخ الدائرة اللي كنا اشتغلناها قبل شوي، وأيضا الدائرة المفرغة منغير مكانها والحجم، ومنعطيها إرسال إلى الخلف. رح نرجع نعيد استخدام نفس الأشكال اللي كنا شاغلينهم قبل شوي، لأن هذا التأثير مثل ما قلت رح يكون معنا تأثير الانتقال للأشكال والنصوص وكل شيء اعتمادا على تأثير مورف. فتأثير مورف يحرك الأشكال المتشابهة والنصوص أيضا المتشابهة. رح نرسم عدة مربعات بسيطة مثل ما ناشفين، نفس مبدأ الزائد اللي اشتغلناهم، ونعمل تكرار
طبعا باستخدام مفتاح الكنترول والنقر والسحب يعطيني امر النسخ، بحدد الكل وبختار كنترول زائد جيم وبنسحب الى مكان معين وبنعمل ريسايز او تحجيم بما يتناسب مع وضع الشريحة. نفس المبدأ بنضع النصوص بطريقة جميلة مع تداخل الأشكال، يعني النص اللي رح تستخدمه بتغيره إلى لونين، اللون النص اللي بيكون الأحرف الخارج للإطار أو خارج الدائرة الملونة باللون الأحمر بيكون من لون الدائرة اللي هي باللون الأبيض، تمام، وبالعكس، يعني اللون الداخلي بيكون مأخوذ من اللون الدائرة الخارجية وبالعكس. هذا الأمر يعطي جمالية جدا للنصوص اللي تستخدم في العناوين الرئيسية للشرائح في العروض التقديمية. إذا كان الموضوع غلبك شوي بإمكانك تأخذ تأثير أو تنسيق يسمى تباعد الأحرف عشان تعطي لنفسك يعني مجال بأنه تضبط الأحرف بالخص مع التفافات حواف الدائرة بشكل جميل وأنيق مثل ما نشايفين بالضبط. بعد ما درجنا شكل وورد أرت واخترنا كلمة نيوم وقمنا بالتنسيق بشكل بسيط وجميل لهذه الكلمة، الآن كيف ممكن نحول التكست إلى شيب، تمام، يعني إلى شكل. فبنختار إدراج مستطيل نضعه في مكان معين، بختار له بدون إطار وبنرجع إلى النص وبنختار نفس اللون يلي أخذناه للمستطيل، بحدد الآن النص مع المستطيل وبتوجه إلى التنسيق، ومن دمج الأشكال بنختار طرح لحتى نقوم باختصاص جزء من النص وتحويله إلى شكل، بنعمل روتيت ولاحظ الآن أنه الأحرف أو النص يمكن التعامل معه كشكل كامل بالضبط، يعني تم تحويل النص إلى شيب أو شكل. بناخذ شريحة جديدة ونبدأ بالتنسيقات تقريبا على نفس غرار الشرائح السابقة، لكن فقط بنغير بالأبعاد الأشكال والمواضع الأشكال، تمام، بحيث أنه لما نستخدم تأثير الانتقال مورف تبدأ حركة متكاملة لهذه الأشكال مثل ما رح نشوف بآخر هذا الفيديو. الأدوات والأوامر المستخدمة جدا بسيطة، أي حد بمستوى باوربوينت في المرحلة المبتدئة بإمكانه يتعامل مع التنسيقات الافتراضية للنصوص والأشكال في أقلها، ما في عنا أي إمكانيات إضافية مطلوبة إطلاقا. رح نختار الديسكريبشن أو الوصف أو الفقرة يعني عم نشتغل عليها، تمام، بإمكانك تغير الفقرات طبعا حسب احتياجك بالضبط. رح نرسم خط، نختار لون، وأيضا نختار سماكة لونية، وليكن معنا بهذا الشكل. من إدراج وورد أرت رح نكتب النص المراد كعنوان لهذه الشريحة، منقوم بتنسيقات افتراضية على هذا النص من حيث نوع الخط والنمط والحجم، من إدراج أشكال بنأخذ المستطيل وبنرسم مستطيل على قدر النص تماما وبنعطي send to back أو إرسال إلى الخلف، بنحدد النص مع الشكل وبنختار تقاطع لحتى نحول النص إلى شكل، بنختار أي نمط لوني جاهز وبنأخذ المساحة والارتفاع والحجم والميول يلي بيناسبنا، والفكرة أعمل تداخل للنص مع الشكل، نعمل تكرار مرة تانية ومنلغي موضوع التعبئة وبنختار حواف ولتكن باللون الأحمر لحتى نعمل تقريبا محاكاة إلى رسمة الأحرف بشكل 3D بخطوات جدا بسيطة.
منستعين في بعض الأشكال والنصوص يلي كنا مستخدمينهم بالشرائح السابقة، منعدل فقط في المواضع والأحجام والألوان فقط لا غير. وبرجع عيد مرة تانية أن هذه التنسيقات تعتمد أن يكون الأشكال هي نفسها لكن في مواضع معينة، لأن التأثير مورف رح يقوم بتحريك هذه الأشكال. نختار أيقونة حتى نضعها على النص وتعطي جمالية تمام أكثر للنص بالعنوان الرئيسي. رح نبدأ الآن بكتابة الوصف اللي بيكون أسفل العنوان بطريقة جميلة وتنسيق جميل. طبعا الآن بس اللي انتهينا رح نقوم بتحديد كل الأشكال بالشريحة المراد تحريكها. بنختار كابين ومننسخ هذه الأشكال كلها للشريحة السابقة، ومنقوم بتباعد الأشكال والنصوص إلى أماكن متناثرة ومختلفة لكن خارج الشريحة السابقة، خارج الشريحة السابقة تمام. يعني كل شريحة بنشتغلها تمام، كل شريحة بنشتغلها بننسخ مكوناتها إلى الشريحة السابقة، ومنقوم بيعطيها يعني بيعطاها بعض التناثر والتباعد، بحيث لما أبدأ أنا باستخدام تحويل المورف أو الانتقال المورف تمام يكون يعني جمالية لدخول هذه الأشكال بطريقة جدا احترافية. بنطبق هذا الموضوع على كل شرائح العرض لحتى نحصل على طريقة جميلة جدا جدا في تحريك الأشكال أثناء الانتقال من شريحة إلى أخرى. نتمنى إن شاء الله نكون أنا وعبد السلام قدمنا لحضراتكم شيء جميل والنافع كالمعتاد، فتكرما لا تنسونا من التفاعل والدعم، وترزوا عنا كل خير إن شاء الله، ونلقاكم على خير ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.